عن مولادنا بيبنوا بلدنا. عايزين مصر تقوم وتعدي وسط الصخر بينحتوا فيه، فيهم روح وعزيمة وتحدي. لما بيزرع وسط الصحراء شايف بكرة مليان خير، عايز يبني بيدو يصنع، أصل دي مصر وخيرها كتير. نبدأ بس الأول وإحنا هنبقى معاك من كل مكان، قوم وانحدى صفوفك يلا. لازم تبقى من الجدعان، لازم تبقى من الجدعان، لازم تبقى من الجدعان، الجدعان. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان. حضراتكم اسمحوا لي النهارده في بدايه حلقتنا ان احنا نتكلم عن مشروع توشكا. اكيد حضراتكم جميعا شفتوا اعمال الافتتاحات اللي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي في قلب مشروع توشكا. ده الافتتاح الثاني والتاريخي. البعض اعتقد ان مشروع توشكا ذهب بلا رجعه، ولا يمكن ان تنتبه الدوله لمثل هذا المشروع مره اخرى. زمان احنا صرفنا على هذا المشروع ما يقرب من 7 إلى 8 مليارات جنيه، وهذا في رأي البعض يكفي وزيادة. ولكن عندما تثبت أعمال الحصر والتصنيف للتربة في منطقة توشكا أن هناك 2 مليون فدان جاهزة للزراعة، يجب أن تنتبه الدولة وبقوة. خلي بال حضراتكم، المساحات اللي كانت مستهدفة في مشروع توشكا كانت حوالي 570 ألف فدان، وتم إضافة ما يقرب من 80 ألف فدان أخرى، فأصبح المستهدف في هذا المشروع 650 ألف فدان من إجمالي مساحات زي ما قلنا حوالي 2 مليون فدان جاهزة للزراعة فورا إذا ما توفرت ليها مياه الري. وعلى الفور قررت الدولة إحياء مشروع توشكا، واشتغلت في صمت على مدى سنوات طويلة. كان الهدف هو إحياء هذا المشروع العملاق واستزراع 650 ألف فدان، منها 120 ألف فدان كان من المستحيل زراعتها، والسبب أنه على أعماق تصل إلى 30 متر كانت هناك طبقات من الصخر الصلد التي لا يمكن أن تجتازه المياه، وبالتالي هذه المناطق تم استبعادها من قلب هذا المشروع. ولكن إرادة الدولة المصرية قررت توصيل المياه إلى هذه المساحات، وتم تفجير ما يقرب من 2 مليون طن من المتفجرات في أعماق تصل إلى 30 متر. الهدف إن احنا نجتاز ونحطم كل هذه الصخور التي بلا قيمة، هي صخور هشة ملهاش أي قيمة محجرية، وتمنعنا من استكمال مشروع توشكا. خلي بال حضراتكم، هي مش مجرد متفجرات وفجرناها، لا، ده تم عمليات تهذيب لمنخفضات توشكا وتبطين للقاع وتبطين للجوانب. كل هذه الأعمال تمت في صمت شديد جدا حتى يمكن أن ننقذ مساحات توشكا القديمة. أما حول منطقة منخفضات توشكا ومع تبطين هذه المنطقة سواء جوانب أو قاع، تم توصيل المياه ليها، ولكن المياه حتى اليوم غير مستدامة لأنها تعتمد على المياه الزائدة عن ترعة توشكا. وخلي بال حضراتكم، الأراضي التي تقع على منخفضات توشكا تماثل في جودتها الأراضي التي تقع على ضفتي نهر النيل. أنا بقول لحضراتكم كده عشان تفهموا مدى قيمة هذه الأراضي في قلب مشروع توشكا. يعني عندنا 650 ألف فدان جاهزة للزراعة عن بكرة أبيها، وكمان في 400 ألف فدان على منخفضات توشكا. الأرض تماثل في جودتها الأراضي الواقعة على ضفاف النيل، وأنقذنا 120 ألف فدان كانت تحاصرها الصخور الجرانيتية الصلدة التي كان لا يمكن التغلب عليها إلا بعمليات تفجير ضخمة. احنا بنقول 2 مليون طن من المتفجرات. تخيلوا حضراتكم ناس عايشة بتحفر في الصخر من خلال المتفجرات عشان تدركوا مدى قيمة هؤلاء الرجال الأشداء الذين يعملون في صحراء توشكا القاحلة. وباختصار شديد جدا، منطقة توشكا أصبحت
أحد المناطق الواعدة للزراعة في الجمهورية الجديدة، لا ينقصها إلا توطين الشباب في هذه المناطق، وده بيستلزم ضرورة توفير القرى السكنية للشباب، قرى توشكا لازم نعملها، كمان لازم نعمل محطات للتصدير ومناطق للتصنيع الزراعي، وكل هذه المناطق مخططة لمشروع توشكا خلال السنوات القادمة. كل ما أتمناه هو تعجيل إنشاء هذه المحطات ومصانع التصنيع الزراعي حتى يمكن أن تستوعب الكم الهائل من إنتاج توشكا. مصر ما أهدرتش 7 ولا 8 مليار في مشروع توشكا، هذا المشروع أثبت أنه كان جدير بالاهتمام، أثبت أنه أحد المشروعات الكبرى الزراعية في مصر. حضراتكم احنا بنتكلم في 650 ألف فدان في قلب توشكا، بنتكلم في 400 ألف فدان جاهزة على منخفضات توشكا، بنتكلم في إجمالي مساحة تصل إلى 2 مليون فدان تربة صالحة للزراعة، إذن كانت تستحق كل الاهتمام والتقدير، وكانت تستحق زيارة الرئيس لافتتاحها. خليكم معانا عشان نشوف فقراتنا ايه النهاردة في برنامج الجدعان. تشاهدون في حلقة اليوم فريق الجدعان في مصنع الوطنية لمواد التعبئة والتغليف ناتباك، والذي تخصص في إنتاج العبوات البلاستيكية لمختلف الصناعات وخاصة الغذائية والدوائية ومستحضرات التجميل، ويعد من أشهر مصانع الوطن العربي التي تبتكر عبوات مبهرة ويمتلك أحدث خطوط الإنتاج عالمياً. فريق الجدعان يشارك في المؤتمر العلمي الرابع لشركة الأهرام للأعلاف لدعم صناعة الدواجن والذي عقد بالفيوم، وشهده كل مربي وخبراء الدواجن بالمحافظة، حيث تم الإعلان عن شكاير بوزن 25 كيلو للأعلاف وتعريف المربين بأحدث نظم التغذية وتطبيق اشتراطات الأمان الحيوي. دلوقتي هناخد حضراتكم إلى عالم صناعة التعبئة والتغليف، وهي مشروعات ناجحة جداً في مصر. هنزور شركة ناتباك أو الوطنية للتعبئة والتغليف، وهي واحدة من شركاتنا الوطنية الكبرى المتخصصة في تصنيع كل مواد التعبئة والتغليف البلاستيكية، وخاصة للصناعات الغذائية والصناعات الدوائية. خليكم معنا. حضراتكم دلوقتي في أحد أهم مصانع إنتاج عبوات التعبئة والتغليف البلاستيكية في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، الوطنية لمواد التعبئة والتغليف ناتباك، منظومة كبرى تدار لتغطية جميع احتياجات قطاعات الصناعات الغذائية والأدوية ومستحضرات التجميل والدهانات وغيرها. أكثر من 400 تصميم للعبوات بتمتلكها الشركة الوطنية اللي استثماراتها تتجاوز النهاردة 50 مليون دولار. الوطنية لمواد التعبئة والتغليف ناتباك بخبرات تقترب من 25 سنة بتشتغل النهاردة على تطبيق منظومة التحول الرقمي في كل عمليات الإنتاج وربطها بعملاء الشركة في مختلف الصناعات بهدف تحقيق الكفاءة الإنتاجية وتنظيم الموارد واتخاذ القرار السليم لصالح الشركة وعملائها، يعني تخطيط وتنفيذ ومتابعة ورقابة على المنظومة بأكملها. وخلي بال حضراتكم، الشركة الوطنية لمواد التعبئة والتغليف البلاستيكية مملوكة لشركة ألمانية كبرى اسمها IMF، بتطبق المواصفات الأوروبية في الإنتاج للعبوات اللي بتوزعها على المصانع لتعبئة منتجاتها، وبتنتج بتكلفة منافسة لمواجهة أي غزو خارجي للسوق المحلي. تعالوا في البداية نقابل الدكتور علاء نشأت الرئيس التنفيذي لشركة ناتباك، ركزوا معاه. متفوقين يا دكتور في كل ما هو عبوات بلاستيكية، فده شيء بجد يدعو للفخر، يعني مصنع حاجة الواحد يبقى فخور هو بيزورها. دكتور علاء، خليني في البداية أفهم من حضرتك، مصنع ناتباك الوطنية للتعبئة والتغليف للعبوات البلاستيكية، الفكرة جات منين؟ المشروع من إمتى؟ أسواقنا فين؟ اشتغلنا من إمتى؟ الشركة انشأت سنة 97، وأول إنتاج ليها كان 1999. كان استثمار يعني مصري في البداية؟ يعني إحنا استثمار مصري، كان المرحوم شوقي يونس هو اللي أنشأ الشركة وكان مساهم رئيسي، وبعد كده هو في السنوات الأخيرة دخل مجموعة استثمارية ألماني
فأخذوا نسبة كبيرة جدا من الأسهم. هل عمل تطور الكلام ده؟ يعني الاستحواذ الألماني على شركة مصرية هو التطور كان ماشي من زمان. يعني كان مبدأ الشركة ان هي الرؤية كانت ان احنا بنطور بنشتغل عشان الابتكار والجودة وإيجاد حلول لعمليات التغليف والتعبئة، بحيث ان العملاء او الشركاء معانا في الصناعة ياخدوا الحلول ديت من الشركة، واحنا الهدف بتاعنا السوق المصري والشرق الاوسط وافريقيا. منتجاتنا قد ايه يا دكتور النهارده؟ يعني قدرنا نعمل كام اسطمبه لكم منتج في السوق النهارده؟ يعني احنا لينا اكتر من 400 شكل. اكتر من 400 شكل عبوه؟ عبوات موجوده. صناعات غذائيه؟ احنا بنشتغل للصناعات الدوائيه اساسا. تمام. والصناعات الغذائيه وصناعات الكيماويات والمشروبات، كل ما يعبى احنا شغالين فيه. اسالك سؤال يا دكتور، انت حضرتك بتغطي احتياجات اكبر المصانع سواء صناعات غذائيه او دوائيه، ودول طبعا اهم قطاعين، دول امن قومي للبلد. 40% تقريبا في من شغلنا بيروح للدواء، وزيهم بيروح للصناعات الغذائيه. اكتسبت ثقه الناس ازاي يا دكتور؟ ما هو بالجوده، الوقت، التخطيط التمام، علشان خاطر تقدر ان المنتج بتاعك يوصل في ميعاده، لان احنا بنبقى مرتبطين بيهم، ودي المرحله اللي احنا رايحين لها بعد كده. إن هنا هنقدر نستخدم القدرات الأعلى في التحول الرقمي، بحيث إن إحنا مع التحول الرقمي هنقدر إن إحنا بغير إن إحنا نحسن الإنتاجية عندنا، نيجي في مرحلة تانية بعد كده تساعدنا على إن إحنا نربط مع المنظومة بتاعتنا مع منظومة العميل، بحيث إن إحنا نعرف إمتى هيستهلك المخزون بتاعه، إمتى هيحتاج الحاجة من عندنا، يعني ندير له المخزون بتاعه من خلال التعامل معاه، ودي هتبقى خدمة وحل جميل جدا في المستقبل. فاحنا نقدر نستخدم المنظومة في تحسين إنتاجية وفي التخطيط لكل عناصر المؤسسة، عشان نقدر ان احنا نستخدمها الاستخدام الامثل. حضرتك صاحب منتج اللي هو عبوة التغليف والتعبئة، وانا صاحب المنتج اللي هيتحط جوه العبوة دي، هيحصل بينا الربط ازاي؟ افهم الاتجاه العام النهاردة في كل الشركات ان يكون عندها منظومة لإدارة الموارد بتاعت المؤسسة، بيحصل ربط ما بين المنظومات دي كلها، ومن الربط دوت بتقدر ان انت تبقى كاشف المخزون بتاع العميل، بحيث ان انت تدير له المخزون بتاعه اللي ممكن مصنعه اللي بمليارات يورف. انا مورد بالظبط، فبالتالي اعرف احتياجاته بالبريدكشن، كمان بالتحليل بتاعي للارقام للبيانات اللي بيجمعها اللي تجمعها المنظومة او السيستم دوت، ويتم التحليل دوت بناء على زي ما قلنا الاتجاه بتاع الاستهلاك بتاع المنتج، ثم في الوقت قبل كده تاريخا، وفي الوقت الحاضر والمستقبل. الدكتور علاء نشأت الرئيس التنفيذي لشركة ناتباك، اتخرج في كلية الصيدلة بجامعة القاهرة سنة 1979، وحصل على الماجستير في الصناعات الدوائية وتحديدا الصيدلة الصناعية، والدكتوراه في إدارة الأعمال، وانضم فور تخرجه لشركة نوفارتس العالمية للأدوية، واشتغل فيها 38 سنة، واكتسب من خلالها خبرات هائلة، وترشح لقيادة منظومة ناتباك في عام 2021. بما أن حضرتك شغال في الصناعات الدوائية، يعني بتوفر عبوات للصناعات الدوائية، في حاجات بتبقى معقدة جدا، ومهما وصلت قدراتنا بيبقى محتاجين استنباط لها من بره. بنعمل إيه؟ بنوفرها إزاي للمصانع اللي هي مش عارف يشتغل غير معانا إحنا، إنه بيثق فينا؟ إحنا بنجيب الاستنباط. بنجيب الاستنباط من بره، واتجاهنا الحالي إن إحنا بنجيب من اعلى مستوى، لان يعني الستاندرد الاوروبي احنا قلنا هنجيب على الستاندرد الاوروبي، لان احنا عايزين المنتج بتاعنا ما يقلش عن المنتج الاوروبي، وده يفتح لي كمان افاق التصدير. طالما ان انا دخلت على هذا المستوى ابقى انا دخلت على افاق جديده. دكتور، الناس اللي شغاله هنا معاهم مكان حديث جدا، ولسه حضرتك هتجيب كمان مكان احدث واحدث إن شاء الله. يتماشى مع الرقمنه. تمام، دي دراساتك ولازم تعمل ده. مزبوط. لازم مزبوط. هو ده المستقبل. تمام. طب الناس دي هنأهلهم ازاي؟ هنا بقى الفكره ان احنا بنطلع دلوقتي المهندسين بيروحوا للشركات نفسها اللي احنا بنصنع عندها او اللي بتعمل لنا المكان الجديد، بيقعدوا هناك وبيتعلموا وبيتطوروا وبيعرفوا كل الدنيا بقى شكلها ايه وهكذا. ده خارجي. داخلي عندنا برامج للتدريب من اول العامل لغايه المديرين، في عندنا برامج مختلفه للتدريب، في تدريب فني وفي تدريب اداري وفي تدريب على تعليم لغات، تعليم محاسبه، تعليم
كل ما هو ممكن ان هو نزيد من القدرات بتاعه الناس، لان زياده قدرات الموظف او العامل هي ديت اللي هتساعدنا في النهايه، لان المنظومه هتبقى منظومه متكامله، ومش ممكن ان احنا نزيد قدرات نات باك الا بزياده قدرات الموارد البشريه اللي فيها. هل احنا محتاجين كم مصنع زي نات باك في مصر هنا يا دكتور؟ هل السوق لسه واسع؟ هل الطلب لسه كبير على مواد التعبئه والتغليف؟ السوق واسع. النهارده عمليه التغليف بقت تسويق، كل منتج عمليه تسويقيه طبعاً. وبعدين تيجي بعد كده دوت على جزء تاني مهم جدا، اللي هو لازم نبدا بنفكر كمان ان كل العبوات بتاعتنا تبقى صديقه للبيئه. صحيح. دي جزئيه جايه متقدمه يعني طبعا البلاستيك ده شديد النقاء اللي احنا بنصنع بيه، ده صناعات غذائيه وادويه. بالظبط. ومن ضمن الحاجات المميزه عندنا بالنسبه لينا ان 40% من الخامه اللي احنا بنشتغل بيها من انتاج مصري من سيدي كرير. طيب. فدي حاجه كويسه جدا، ده شرف بعد شرف يعني طبعا. يبقى احنا كده القيمه المضافه هنا جوه البلد، منتج وطني. منتج وطني من اول الخامه، بترول، غاز، بودت بلاستيك، بلاستيك الصنع، كله مصري في مصري. اللي قدام حضراتكم ده مايكل فضل رياض، مدير التسويق والمبيعات في شركه نات باك لصناعه مواد الطباعه والتغليف البلاستيكيه، وهيعرفنا بخطه نات باك لتغطيه احتياجات السوق المحلي وتصدير منتجاتها. احنا النهارده بنشتغل على تسويق منتجات لمصنع حجم استثماره 50 مليون دولار، سوق محلي وعالمي. اولا اسواقنا فين في العالم في التعبئه والتغليف؟ بص، احنا بنشتغل في الميدل ايست وفي افريكا، عندنا شغل كويس جدا في السعوديه بالتحديد، في الاردن، في المغرب، وكمان وصلنا اوروبا زي اليونان الحقيقه، ووصلنا اسبانيا، وعندنا بلان طموحه جدا للفتره اللي جايه. يمكن الفتره اللي فاتت كانت ظروف الكورونا كانت عامله ريستريكشن في بعض الدول، لكن اعتقد الفتره اللي جايه 2022 هتشهد يعني موف كبير جدا الفتره اللي جايه بالنسبه للدعايه والاعلان لنات باك في الدول دي. عندنا بلان ان احنا نصدر ليو اس، لان في أمريكا. في امريكا في فرص كتير للتصدير هناك، البلد هناك مفتوحه طالما انك انت كواليفايد وعندك شهادات ايزو محترمه وابديتد جديده تقدر بيها توصل ده لبره. يعني مثلا انت النهارده بتهتم جدا 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 بالكواليتي، يعني حضرتك لما دخلت اتفرجت قلت على طول ان المصنع ده مش طبيعي، في حاجه مستشفى. صحيح. بالظبط كده، او شركه ادويه. في حاجة مهمة كمان بتتعمل هنا، ان هي ما بعد خدمة ما بعد البيع، مهم جدا جدا العميل يشعر ان هو مش بياخد منك البرودكت وبعد كده لا، المفروض انك انت بتعمل معاه فولو اب. الفولو اب ده مش بس من السيلز تيم او الماركتينج تيم، لا كمان من الكواليتي تيم، لانك انت بتحاول انك انت تبني بزنس بارتنرشيب، علاقه شراكه طويله بينك وبين العميل. يعني حضرتك بتستهدف الفتره اللي جايه دي غرب افريقيا وشمال افريقيا؟ بالظبط كده. صح كده، بالظبط كده، لان فيها سوق واعد للدرجه دي جدا. يعني انت عندك المغرب فيها فرص كبيره جدا، السنغال نفس الحكايه، فممكن جدا تونس في الفتره اللي جايه في التطور الاقتصادي اللي هم بيعملوه الاصلاح الاقتصادي هيبقى فيه فرص كتيره جدا جدا لشركات الادويه انها تاخد عبوات من مصر. فاحنا كل ده احنا ابتدينا نخاطبهم علشان نرتب لسفريات علشان نقعد مع الناس دي. اسامه علي حسن، مدير الامداد والتموين في مصنع نات باك لمواد التغليف والتعبئه البلاستيكيه، دلوقتي هنتعرف من خلاله على الخامات اللي بيحتاجوها في التصنيع. ركزوا معاه. استاذ اسامه علي حسن، حضرتك هنا مدير الامداد والتموين، يعني انت كل الخامات اللي بتستخدمها لعبوات الصناعات الغذائيه والدواء تحديدا حضرتك اللي بتوفرها. تمام. احنا بنتكلم في خامه بلاستيك. تمام. ممكن تطمنا بنجيبها منين؟ ازاي هي خامه مصريه؟ بنجيب ايه من بره؟ تمام، فهمنا. هقول لحضرتك بالنسبه لاستهلاك مصر او الاستهلاكات عموما في مصر بالنسبه لخامات البلاستيك اللي موجوده، تقريبا استهلاكنا يتعدى 9 مليار و350 مليون دولار. اللي بتغطي 9 مليار بالظبط، اللي بتغطيه الصناعه المصريه المتمثله في الشركات الوطنيه سيدي كرير وايزيتكو، 30% من حجم الاستهلاك اللي بيحتاجه السوق المصري. وبنستورد بحوالي 6 مليار بلاستيك، خامات بلاستيك. خامات بلاستيك، والخامات اللي بتتوفر للشركات الوطنيه متمثله في الخامات اللي هي الهاي دينستي بولي ايثيلين، وبالنسبه لبقيه مشتملات او مشتقات البولي ايثيلين والبولي بروبلين بيتم استيرادها من بره مصر. يعني من اكثر الحاجات اللي بتواجه سوق التعبئه والتغليف في مصر عدم توافر الخامات البولي ايثيلين المنخفضه الكثافه والبولي بروبلين.
يعني سيدي كرير بتوفر لنا قد ما تقدر البولي إيثيلين العالي الكثافه. بالظبط. مشكوره. بالظبط. بقيه الخامات بنستوردها من الخارج. بنستوردها من بره. ده طبعا بيخلي المصنع المصري او المصنع في السوق المصري عموما سواء نفس المنتجات بتاعتنا او المنتجات الشبيهه بيواجه مشكله كبيره جدا، لان احنا بنتكلم في 70% من حجم الاستهلاك اللي بيحتاجه السوق بيتم استيراده من بره مصر. مع المتغيرات اللي حصلت في سعر الغاز والمتغيرات اللي موجوده في سعر النقل الدولي نفسه، الشحن اللي تقريبا الشحن بالظبط زاد كل حاجه ولا بالظبط انت يمكن تعدى على 10 اضعاف. ده خلى السوق المصري بيعاني من ندره في الخامات البلاستيك. يمكن ده التوجه اللي انا بناشد الدوله مع حضرتك في البرنامج، ان يكون في نظره لحته انتاج البولي بروبلين في مصر. البولي ايثيلين سيدي كرير عامله شغل كويس، سيدكو عامله شغل كويس، الناس ما بيخلوش مجهود في سعيهم الا بيحاولوا يساعدوا بيه المصانع، الدعم الفني بيحصل، لكن حته التكنولوجيا بتاعه البولي بروبلين غير متوفره وموجوده في مصر بقوه، على الرغم من احتياج السوق المصري لكميات كبيره من نوعيه الخامات دي. تعالوا بقى نقابل الكيميائي محسن عمار مدير الجوده في مصنع نادباك، وهو كلمه السر في عمليه التصنيع، ركزوا معاه. الكيميائي محسن عمار، حضرتك مدير الجوده هنا في المصنع. بالظبط يا باشمهندس. يعني طبعا الناس طلعت بريك، فانا عايز نستغل الكلام ده في ان احنا نشرح حاجه مهمه قوي للناس في هدوء. انا صاحب منتج تمام جديد في السوق المحلي او في السوق العالمي، وات ايفر يعني مش فارقه، ولكن جيت هنا عشان اعرف اعبيه في ايه، انهي عبوه، جاي حيران مش عارف الخامه البلاستيك اللي استخدمها ايه، الغطاء يبقى شكله عامل ازاي، هل عندك عبوه تتناسب معايا ولا لا، بتستقبلوني ازاي، بتتعاملوا معايا ازاي؟ بص يا استاذ محمد، احنا في البدايه خالص الثقافه الموجوده في نادباك ان احنا بنتعامل مع العملاء بتاعتنا بنوع من الشراكه، وعشان نحقق اللي حضرتك بتقوله بيتم تشكيل مجموعه عمل في نادباك مكونه من اداره الانتاج والمبيعات والتسويق والجوده والاستنباط. القوات الضاربه للمصنع. كل الادارات المعنيه اللي بتحقق اللي حضرتك بتقوله بالنسبه للعميل. ايه الخامه اللي هو محتاجها؟ ايه متطلباته بالنسبه للمنتج؟ ظروف التعبئه بالنسبه له؟ لو في اي متطلبات خاصه هو بيحتاجها بنبتدي نجمع كل الداتا اللي هو طالبها دي، ومجموعه العمل دي بتبتدي تشتغل انترنال في نادباك، وبنبتدي نقدم للعميل تقرير عن التقييم بتاع مجموعه العمل، وفي حاله ان هو وافق قبل ما بنبتدي ننتج المنتج ده بنبتدي نعمل زي بروفت تشغيل. العميل بيجي يحضر عندنا وبنعرض عليه المنتج اللي هو طلبه بالمواصفات اللي موجوده، وفي حاله اللي هو موافق عليها بنعتمد منه عينات، وخلال مرحله تصنيع المنتج ده بنبتدي نحقق كل المتطلبات اللي العميل طالبها، بحيث ان هو ما بيجي ينزل بيها بالسوق بتبقى حاجه بتساعده ان هو يقدر يعمل لونش لمنتج جودته كويسه جدا جدا ويقدر ينافس بيها في السوق. من الجدعان اللي لفتوا نظرنا في شركه نادباك هو مدير المصنع المهندس طارق عبد المنعم، نشيط محبوب مجتهد وصارم في نفس الوقت. مهندس طارق عبد المنعم، خليني اقول لك على ملاحظه بجد عجبتني النهارده، ده اول حاجه. حضرتك مدير المصنع سنوات طويله جدا انت بتشتغل هنا، حلوه فكره الاداره بالحب، ان الناس كلها تحب مدير المصنع فتشتغل بضمير. عملت ده ازاي؟ فهمني كده فلسفتك في اداره مصنع. الفلسفه ببساطه ان احنا بنبقى قريبين جدا من العماله بتاعتنا بصرف النظر هو بيشتغل ايه، بنعمل لهم كل حاجه اللي هم عاوزينها، فدي بتحسسهم ان انت بتبقى يعني راجل وسط ما بينك وما بينهم وما بين الاداره. تمام. ده ببساطه يعني سهل الصوت يوصل للاداره. بالظبط يا فندم، بالظبط كده. زائد ما فيش حد عنده اجنده خاصه يعني، فبنتعامل كويس مع البني ادمين يعني، مش انا قديم شويه فبتعامل بطريقه تانية غير الناس الشباب الصغير اللي ممكن يبقى عنده جزاءات وبتاع، وانا ما بتعاملش بالاسلوب ده. انا ممكن امشي اتكلم كلمه حلوه اطبطب على اللي قدامي، فده بيجيب نتيجه، لقيته بيجيب نتيجه وبيديني شغل اكتر. العامل المصري اديله حقه يديك عينيه. بالظبط يا فندم، صح كده. عشان كده بحس ده هنا في المصنع بتاعك. انتوا كام عامل هنا موجود اصلا في المصنع؟ احنا معايا 300 عامل هنا. 320 بالظبط. 320 عامل. بالظبط يا فندم. ده بخلاف الاداره. ده بخلاف الاداره. كلنا على بعضنا في حدود 500 واحد. 500 يا فندم. طب متداخل معاهم في حياتهم، في تفاصيل الاسره، في ان جده عايز يجوز بنته، ده ابنه عيان. ايوه فندم، زي ما قلت لحضرتك بتدخل معاهم بعنف، لان هي دي الوسيله اللي لقيتها بتجيب معاهم. فانت عن طريق انا اخوك الكبير. اخوهم الكبير، وساعات يسمونه بابا الصغير، وساعات يسمونه الخال. انا شفتك، انا قلت ابو البنات. وانت داخل زي ما انت شفت حضرتك. كده زي ما شفت حضرتك. وانا سعيد بكده، انا سعيد بكده. في المقابل بقى بناخد شغل؟
برضو بعنف. بجدية بقى. بعنف. بعنف. الكلمة الحلوة بتجيب على طول. على طول. لا تتخيل السحر بتاعها. دلوقتي هنقابل محمد فوزي المدير المالي للمجموعة الوطنية للتعبئة والتغليف. وهيكلمنا عن مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإزاي استفادوا بيها. بعد العظمة اللي أنا شايفها دي والإنتاج والمكان الحديث، كنت لازم أجيب حراك هنا عشان يبقى المصنع ده شاهد على مبادرة عظيمة جدا، هي مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. تمام. استفدنا بيها. استفدنا بيها استفادة كبيرة جدا. نهج الشركة بقاله أكتر من سنة قائم على الاستثمارات، مش بس الاستثمارات كما لكن نوعا كمان. بدأنا الفترة الأخيرة ننقل وجهة الاستثمار بتاعتنا من دول الشرق الأوسط إلى أوروبا، وده انعكس بشكل كبير جدا على الإنتاجية بتاعتنا، على الكواليتي بتاعتنا، على الرغم من ضخامة الاستثمارات دي وقد إيه هي تكلفت معانا في الظروف بتاعتنا اللي احنا كنا فيها، كان لازم يبقى فيه حاجة قوية تسندنا، وده اللي احنا لقيناه في المبادرات اللي حصلت مؤخرا من البنك المركزي. المبادرات دي استفدنا بيها بكل الأوجه، بداية حتة الأصول الثابتة، وده اللي مكننا اننا نقدر نجيب مكان حديث واستنباط الكباستي بتاعتها اعلى ومن اوروبا بالمعايير الاوروبيه بتاعتها. وعلى الجانب الاخر اللي هو بقى ده اللي بيخدم على البيزنس بتاعنا، الوركينج كابيتال او راس المال العامل اللي نقدر نمول بيه الخامات بتاعتنا، خاصه ان احنا في اتجاه برضه ان احنا نستخدم الخامات المحلية بتاعتنا، حاول نقلل بقدر المستطاع من الخامات المستوردة. الابتكار أحد أهم أسرار نجاح شركة نادباك لعبوات التغليف والتعبئة البلاستيكية، وهم بالمناسبة حاصلين على كل شهادات الجودة اللي تمكنهم من دخول جميع أسواق العالم. تشاهدون بعد قليل. فريق الجدعان يشارك في المؤتمر العلمي الرابع لشركة الأهرام للأعلاف لدعم صناعة الدواجن والذي عقد بالفيوم، وشاهده كل مربي وخبراء الدواجن بالمحافظة، حيث تم الإعلان عن شكاير بوزن 25 كيلو للأعلاف وتعريف المربين بأحدث نظم التغذية وتطبيق اشتراطات الأمان الحيوي. دلوقتي هناخد حضراتكم في زيارة إلى محافظة الفيوم. هناك كانت بتنظم شركة كايرو سري للدواجن أحد مؤتمراتها المهمة جدا لكل رجال صناعة الدواجن. خلي بال حضراتكم، كايرو سري تنفس حاليا واحدة من أكبر المدن الداجنة في مصر بمساحة 27,000 فدان، وتعهدت بتحويل صناعة الدواجن إلى مشروعات رابحة في مصر. خليكم معنا. ما زالت الثورة مستمرة على أوضاع صناعة الدواجن العشوائية ومفاهيم المربين في التغذية للقطعان وتطهير العنابر وتحقيق الأمان الحيوي في المزارع وحماية القطعان من الأمراض الداجنة الشرسة اللي بتحاصر الصناعة وبتسبب نسب نفوق بتقترب من 250 مليون فرخة سنوياً، يعني خسارة فادحة للأمن الغذائي المصري مش للمربي لوحده. الثورة على أوضاع صناعة الدواجن بتقودها حالياً شركة الأهرام للدواجن، ودي واحدة من شركات مجموعة كايرو سري إيه العملاقة اللي بتأسس أكبر وأهم مدينة للدواجن في مصر بمنطقة الواحات على مساحة 27,000 فدان، وطبعاً فيها من الإبرة للصاروخ جدود أمهات معامل تفريخ بخلاف عنابر التسمين والمجزر ومصنع العلف، وكل ده باستثمارات تتجاوز 2 مليار جنيه لغاية النهاردة. شركة الأهرام للدواجن نظمت في الفيوم مؤتمر دعم مربي الدواجن بهدف مساندتهم من خلال مركز الأهرام لدعم صناعة الدواجن فيسك، بعد تدشينه فعلياً وتحديد مهامه في تنظيم مؤتمرات دعم المربين من خلال دراسات الجدوى وسبل التمويل والتسويق للإنتاج، يعني تحويل منتج الدواجن من مربي لصاحب مشروع قائم على العلم والدراسة الجيدة لظروف السوق. تعالوا في البداية نقابل الدكتور محمد عزام رئيس القطاع التجاري للأعلاف والخامات العلفية بشركة كايرو سري اي عشان نفهم استراتيجية الشركة في دعم صناعة الدواجن. النهاردة مؤتمر كبير بنؤكد دور بسك في دعم المربين
مجموعة مدربة على أعلى مستوى للدعم الفني لكل مربي للدواجن في مصر، وكمان منزلين شكل جديد من الشكاير. صحيح. عملنا ده النهاردة. أولاً عملنا ده النهاردة لأن الفيوم هي هب أساسي من مراكز إنتاج الدواجن في مصر. فيوم يعني فراخ. بالضبط كده. الناس كان لازم نكمل سلسلة الدعم اللي إحنا عملناه. حضرتك كنت معنا من الأول، مكملين إن إحنا بندعم الناس، بنكلمهم بأحدث التقنيات اللي موجودة في صناعة الدواجن، سواء علمياً أو سواء إدارياً أو سواء تمويلياً. المهم كمان إحنا بنلونش الشكاير الجديدة بتاعتنا بشكل تصور مختلف، حجم مختلف. ليه 25؟ لانها مناسبه لاحجام تربيات مختلفه ما كناش بنتعامل معاها قبل كده، لانها بتحفظ الكميات الموجوده، بتقلل الهدر الى حد ما عند المربي، كان بيحصل هدر اكبر من كده، مناسبه للتربيه الصغيره والصغيره متناهيه الصغر. يعني هي محاوله لتطوير 300 مليون فرخه بتطلع من قطاع الريف المصري. بالظبط كده. صح كده، محاوله لجعله اكثر تنظيما واكثر علم واكثر دقه. بنقدم لهم اعلاف جيده جدا في صوره سهله متناوله، متناول ايديهم. الشكاره ال25 ارخص من ال50، فبالتالي يقدر ان هو تبقى اسهل ليه ان هو يدفع ثمنها. يعني دكتور محمد، عايز اكلمك على دور بسك. احنا بنتكلم على مركز الاهرام للدواجن لدعم صناعه الدواجن. على الارض النهارده وصلنا لايه؟ على الارض الحمد لله احنا دلوقتي مكملين في المؤتمرات الجماهيريه اللي احنا بنعملها لدعم المربيين. الخدمات الصوتيه والكول سنتر موجود وبنتواصل مع المربيين من خلاله. ننزل لهم ده غير بتاع تليفون. لا ده غير التيم الفني، غير كده حتى الناس. مش بنبيع شكاره بس، احنا بنبيع شكاره يا فندم. احنا متفقين ان احنا الدعم الفني بره قصه البيع. زي ما بقول لحضرتك في تارجت زيارات للشباب، للناس اللي ما بتشتغلش معانا، لتطوير الصناعه. عندي سوشيال ميديا، ودي كانت تجربه مثيره ومفيده طبعا جدا في الاهرام الدواجن. مش بالموبايل النهارده اللي مش قادر يجي مؤتمر دعم وربي، خبراء كايرو 3 اي بيدوا له المسج لغايه عنده. مواصفات العلف من اهم شروط نجاح دوره الدواجن وتحقيق افضل نتائج في الاوزان واقل نسبه نفوق. تعالوا نقابل الدكتور ناصر خضر، استشاري التغذيه والتغذيه الاكلينيكيه في مجموعه كايرو 3 اي، ورئيس قسم التغذيه بكليه الطب البيطري في جامعه بنها. النهارده حضرتك في الندوه اتكلمت عن التغذيه، مفهوم كبير جدا، وحددت 5 ضوابط اذا لم تتواجد فانت بتضر القطيع بتاعك وبتخدع نفسك. انا عايز اسمع بقى ال5 حاجات دول بالتفصيل والشرح عشان الناس كلها تتعرف عليها، لان ده المفهوم الصح للتغذيه في صناعه الدواجن. التغذيه في مفهومها الحديث اللي يحقق اقصى استفاده للطائر، يحقق اقل استعمال ادويه، يحقق اقصى استجابه للتحصينات، واحسن تحويل. 5 عناصر. رقم 1 التركيبه العلفيه، كيان يغطي الاحتياجات. 2 هضم متميز. الحاجه الثالثه امتصاص متميز. وخلي بالك يا فندم ان التركيبه العلفيه التي تغطي الاحتياجات ومصحوبه بهضم وامتصاص متميز بنسميها تركيبه تؤدي الى صحه امعاء متميزه. صحيح. الشرط الثالث يا فندم او الرابع انا اسف، هو عباره عن ان التركيبه العلفيه عندما يتعامل معها الطائر غذائين ياكلها لا تسبب مشاكل صحيه للكبد والكلى كسموم فطريه وما شابه ذلك. يعني الحاجه الاخيره يا فندم، يجب ان يكون سعرها اقتصادي في ضوء غلو الاعراف الرهيب دلوقتي. طب دكتور ناصر، دلوقتي انا مربي لا حول له ولا قوه، هعرف الكلام ده كله منين؟ هل في ضوابط مثلا للتركيبه المثاليه لاحتياجات الطائر اللي انا المفروض الاقيها موجوده على الشكاره، واللي يضمن ان الشكاره ملتزمه بما كتب عليها في الليبل بتاعها او بطاقه التعريف؟ رقم 1 شكل الحبايه. رقم 1 شكل الحبايه. بعد شكل الحبايه ببص على تحليل العلف بتاعي، طاقه، احماض امينيه، مع صوديوم بوتاسيوم كلورايد. اذا طمنت اشتري واستقر مع الشركه. لكن انا ما اقدرش احلل العلف في بودره او نص ناعم، ما اقدرش اعمل طائر عنده 10 ايام اجيب علف حجم الحبايه 4 مللي، ما انا طلع مظبوط بس الطائر ما ياكلوش. دلوقتي هنقابل مع حضراتكم الدكتور مجدي القاضي، رئيس الجمعيه المصريه البيطريه للدواجن وعميد كليه الطب البيطري بجامعه بني سويف سابقا، وهيشرح مصادر التلوث لمزارع الدواجن وازاي نضبط منظومه الامان الحيوي. ركزوا معاه. الندوه بتاعت حضرتك النهارده الناس كلها كانت منصتة وبشدة. احنا بنتكلم في مصادر العدوى في مزارع الدواجن، يعني سبب الخسارة. اشرح لنا دكتور. الحقيقة الأمراض الفيروسية زي يمكن احنا شفنا في الكورونا والكوفيد 19 مصادر العدوى بتنتقل، والناس تبقى حريصة ازاي والتباعد الاجتماعي. نفس الكلام عندنا في الطب البيطري وعندنا في الدواجن. مصادر العدوى عندنا فيروسات زي الكورونا وأسرع من الكورونا، واحنا بنربي في ملايين الطيور، فلازم نحافظ عليها ولازم نمنع مصادر العدوى. ايه هي مصادر العدوى بالنسبه للطيور بتاعتنا او بالنسبه للمزارع بتاعتنا؟
أول حاجة العامل البشري، الإنسان نفسه، سواء طبيب بيطري أو مهندس زراعي أو عامل أو حتى سائق سيارة، فكل دول بينقلوا العدوى. فالعربية نفسها ممكن تكون مصدر العدوى، دي أحد مصادر العدوى. العصافير اللي بتطير، والحمام والطيور المهاجرة، كل دي مصادر العدوى. القطط والكلاب دي مصادر العدوى. كل حاجة قابلة أنها تحمل الفيروس أو المسبب المرضي ممكن تخش المزرعة، قد تكون مصدر العدوى. لازم في احتياطات كبيرة جدا أعملها بالنسبة ليا، لازم أغير لبس اللي أنا لابسه، ويبقى في مغاطس بنزل فيها إذا كنت بخش في مزرعة كبيرة ومهمة، مغاطس وغير اللبس اللي أنا جايبه، وبعد المغطس باخد شاور وبلبس لبس المزرعة اللي هو قد سبق غسله وتعقيمه. طبعا عمليات التطهير اللي ما بين المزرعة، بين الدورة والدورة أو أثناء الدورة، كل ده بيقلل لي الحمل الميكروبي اللي ممكن يكون موجود في المزرعة. وفي نفس الوقت مع كل ده بنحصن أو بنلقح الطيور ضد الأمراض الخطيرة، زي مرض نيوكاسل، زي مرض الاي بي، زي مرض الانفلونزا وكمبورو، كل دي امراض شديده الخطوره بتاثر على صحه وجهاز المناعه للطائر. القطيع بقى نفسه اتعامل معاه ازاي عشان اضمن ان هو نفسه ما يبقاش حامل لعدوى ومش باين عليه ويصيب السليم؟ المزرعه الناجحه بتبقى عباره عن ايه؟ كتكوت جيد، علف جيد، بيئه مناسبه، ومراقبة صحية أو متابعة طبية. مش كفاية بس أن أنا أكون عندي كتكوت جيد، لا، أحافظ عليه طول الدورة أن هو يتنه صحيا سليم باتباع بقى الإجراءات الصحية، التهوية الجيدة، الكثافة، الكلام ده كله، وأحصن ضد الأمراض الخطيرة اللي ممكن تكون موجودة. نمرة ثلاثة، أن أتخير العلف الجيد اللي هو يقدر يلبي احتياجات الطائر أو يلبي السلالة اللي أنا بربيه. صناعة الدواجن في الصعيد بتوفر فرص عمل كبيرة للشباب، وبتحقق ليهم هامش ربح مميز، وخصوصا لو اشتغلوا بضوابط الأمان الحيوي والبعد الوقائي. تعالوا نقابل هاني نسيم، وهو مربي دواجن بمحافظة الفيوم، وبيشتغل بطاقة 50,000 فرخة في الدورة. قلت لي عايز أتكلمك عشان عندنا معوقات كتير جدا في الصناعة، عايز أسمعك. بداية، مدخلات الإنتاج النهاردة تكلفة العلف أسعاره عالية جدا، دي حاجة على مستوى العالم. كتكوت وصل 14 جنيه و14 جنيه ونص. المربى الصغير صمام أمان السوق. صحيح. لو حصل إن المربى الصغير ده طلع وهو في طريقه للنهاية على اللي بيحصل الفترة الأخيرة دي، يعني البروتين اللي هو أرخص حاجة بتوصل للمواطن المصري مش هتبقى موجودة بالأسعار دي خالص، لو مسكتها الشركات بالشكل اللي داخلين عليه. اللي قدام حضراتكم ده هو الحاج حمدي عبد الونيس، وهو من تقايل مربي الدواجن بمحافظة الفيوم. ركزوا معاه. حاج حمدي عبد الونيس لما نقول الفيوم يعني بنقول فراخ. خلصت. ربنا يبارك فيك. وحضرتك بتربي النهارده في عنبر 50,000 طائر. اخبار معاك العلف ايه؟ العلف بتاع الاهرام ده من انظف انواع العلف اللي موجوده في السوق، احنا بنشتغل بيه من فتره كبيره جدا. شركه الاهرام شركه عريقه بتدعم السوق، بتدعم المربي، بتتواصل. حاسس بفرقه الدعم الفني اللي عاملينها اللي هي بيسك دي؟ بتنزل لك بتشوف انت محتاج ايه؟ لا بتنزل، الدعم بينزل، والشركه متواجده 24 ساعه متواجده، اي مشكله اي حاجه في العلف بتيجي وتتكلم وتشوف المشكله فين وتعالجها. دلوقتي هنتعرف على محمود توفيق، وكيل اعلاف الاهرام للدواجن في محافظه الفيوم، وهنفهم منه ازاي فاز بوكاله الشركه في قلب الصعيد. نازلين بمنتجات جديده، وعندنا منتج هام جدا الناس كلها قالت ان هو من افضل انواع الاعلاف الموجوده في مصر. مظبوط. ده حضرتك بتلمسه ازاي؟ رد الفعل من المستهلك. احنا بدورنا بنوزع طبعا على تجار الجمله وتجار النص جمله، المردود بتاع العلف عند التاجر، زياده الطلب عليه، المتابعه الفنيه والدعم الفني اللي موفره الشركه بصراحه، انه يتابع المنتج ويتابع الشغل بتاعه. الحمد لله المردود بتاعه كويس جدا جدا جدا، سواء على مستوى المزارع وسواء على مستوى القطاع التجاري. شركه الاهرام للدواجن هدفها النهارده تشجيع قطاع الانتاج الداجني، ودعم المربين على ضخ استثمارات جديده في تطوير العنابر عشان نضمن التحكم فيها وخفض نسب النفوء ورفع معدلات التحويل الغذائي للقطعان، يعني اعاده التنظيم من جديد لصناعه ال 100 مليار جنيه في مصر.
ده كان آخر كلامنا النهاردة ببرنامج الجدعان، ولكن حضراتكم اسمحوا لي قبل ما أنهي حلقة النهاردة أتكلم عن نداء جالنا من أهلنا في محافظة بني سويف عند حدود مدينة سموسطة الجديدة، في حوالي 500 فدان زي ما حضراتكم شايفين في الصور بتغرق كل يوم. هذه المناطق مقننة وصالحة للزراعة ولكن بدون مصدر لصرف المياه. الناس محتاجين هناك مشروع لصرف المياه الناجمة عن زراعة 500 فدان. كل ما يزرعوا الأرض تغرق، كل ما يحطوا محصول القمح الأرض تغرق، برسيم الأرض تغرق، الخسائر فادحة. كل محتاجينه أن احنا نساندهم. راحوا جهة الولاية اللي هي محافظة بني سويف ولا سألت فيهم، راحوا وزارة الزراعة قالوا لهم الموضوع مش بتاعنا، الموضوع بتاع وزارة الري. راحوا وزارة الري قالوا لهم الموضوع بتاع وزارة الزراعة. وهكذا تضيع الحقوق. الناس محتاجة مشروع لصرف المياه الناجمة عن ري 500 فدان. الأرض بتطلع مية والناس هناك خسائرها كبيرة جدا على أسيوط الغربي بجوار سموسطة الجديدة بعد حوالي 8 كيلو من صوامع وادي الريان الشهيرة على طريق أسيوط الغربي. ده كان آخر كلامنا النهاردة ببرنامج الجدعان. انتظرونا غدا الجمعة الساعة 7 مساء على قناة القاهرة والناس 2 وبرنامجكم الجدعان. تشاهدون في حلقة الجمعة فريق الجدعان في مصنع الأبواب المصفحة الأول من نوعه في مصر، والذي أنشأه الحج رجب الدسوقي بمحافظة الأسكندرية، بطاقة 14,000 باب مصفح شهريا بنسبة مكون محلي 80%، وذلك باستثمارات تجاوزت 150 مليون جنيه لينافس بقوة في السعر والجودة الأبواب المستوردة من الصين وتركيا. فريق الجدعان في مزرعة الحاج صادق السيد بمنطقة الوادي الفارغ بوادي النطرون، والتي تصل مساحتها إلى نحو 2000 فدان وتدار بالكامل بالطاقة الشمسية، حيث نجح في الحصول على تمويل لإنشاء المحطات الشمسية بطاقة 5.6 ميجاوات من البنك الأهلي المصري بإجمالي 78 مليون جنيه.